طيب احنا دلوقتي هنكتب بقى ال ايه الجلوبال ايكويشنز تاني، بس على نظافة علشان ايه تبقى قدامنا الارقام واضحة. عندنا هنا نص، وبعدين ناقص نص، زيرو زيرو، وناقص نص نص، وبعدين عندنا ناقص نص، وهنا واحد ونص، اوكي، وبعدين زيرو ناقص واحد نص ناقص نص، اوكي، وبعدين عندنا زيرو، عندنا زيرو واحد زيرو، اوكي، ناقص واحد زيرو، وبعدين زيرو ناقص واحد زيرو واحد زيرو زيرو، اوكي، واخيرا لا سوري، اخر اتنين مش اخيرا، ناقص نص نص ناقص واحد زيرو، تلاتة على اتنين ناقص نص، وايه اخر صف هنا نص وناقص نص وزيرو وزيرو، ناقص نص واحد على اتنين. يبقى احنا كده كتبنا ايه، قعدنا بس كتابة اللي فوق، اوكي، بال degrees of freedom بتاعتنا، وبيساوي ال force vector بتاعنا. طيب نبتدي هنا ايه، U1 V1 دول بصفار، U2 V2 V2 بس هي اللي بصفر، وبعدين U3 V3 اللي عايزين نتصرف معاهم، لأن دول اللي فيهم المسألة الجديدة بالنسبة لنا. اوكي، يبقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبتدي نقول انهي اصفار وانهي اعمده، انهي اعمده هناخدها وانهي اعمده مش هناخدها. تعالى نعمل ايه، هايلايتر، اوكي. يبقى انت عندك الصف ده، كل العمود ده كله مضروب في اصفار، اوكي، والعمود ده برضه ده بتاع U2 كده، وبعدين عند يو V1 آسف، وبعدين عندك برضو العمود اللي مضروب في V2، اوكي، وبعدين نلاقي بعد كده عندنا ال auxiliary equations، هيبقى عندي ال equations دي، اوكي، و بتاعت V2 دي في ال auxiliary equations. هيفضل عندي بقى ايه الأجزاء اللي هي اللي مش متهشرة أو اللي مش عليها أي علامات. هيبقى عندنا تعال نعملها بلون أخضر، ده ودول ودول ودول، دول اللي هيعملوا لي ايه البرايمري ايكويشنز بتاعي. طيب تعالى نكتب البرايمري ايكويشنز بقى. يبقى لما نيجي نكتب البرايمري ايكويشنز هنلاقي a over l مضروبة في 1 minus 1 0 minus 1 3 over 2 minus 1 over 2، وهنا 0 minus 1 over 2 1 over 2،
مضروبة في، أخيرا بقى نكتب U2 U3 V3 بيساوي الفورسز اللي موجودة عندنا عند U2 في الفورس P، وهي المفروض ماينس لأن هي اتجاهها في اتجاه الماينس في اتجاه النيجاتيف، وبالنسبة ل U3 و V3 أخليهم برضو مكتوبين FX3 و FY3 دلوقتي علشان لسه ما حطناش احنا الميل اللي موجود عندنا. يبقى دي ايه؟ دي البرايمري ايكويشنز اللي المفروض تتحل. لو جيت تحلها هيطلع لك المعادلات دي هتتحل على فكرة، بس هيفضل عندك ان انت ما تعرفش FX3 و FY3، وكل تعرفه هو ان في علاقه بينهم. انت بالنسبه لك المفروض ان FX3 و FY3 دول في الجلوبال اكسيس. طيب احنا محتاجين بقى نرجع للسبورت لوكال اكسيس. اوكي، لما نيجي نبص على السبورت لوكال اكسيس هنلاقي ان السبورت ده مايل كده 45 درجة وعنده رولر. يبقى انا ممكن افترض ان انا عندي هنا ايه اللوكال اكسيس بتاعتي، عندي هنا اكس داش و واي داش. في الاكس داش والواي داش دول انا عندي هنا يو 3 داش وعندي اف اكس 3 داش وعندي في 3 داش واف واي 3 داش. الظريف ان انت عارف ان في 3 داش بتساوي 0 وعارف ان اف اكس 3 داش بتساوي 0. تعال نحول القيم دي للجلوبال اكسيس. هنقول دلوقتي ان انا عندي في الجلوبال اكسيس اقدر اقول ان ال اف ان اليو 3 بتساوي يو 3 برايم كوساين ثيتا بلس سوري ماينس في 3 برايم ساين ثيتا. اوكي، الكوساين ثيتا والساين ثيتا هما اللي هيعملوا عندنا الاشارات، هيعدلوا لنا الاشارات. يعني هتلاقي ان ده بيساوي يو 3 برايم في 1 اوفر روت 2 وماينس في 3 برايم في ماينس 1 اوفر روت 2. اوكي، بس للاسف في 3 برايم بصفر، يبقى هيفضل عندك ان دي يو 3 برايم over root 2. بالنسبة لل V3 بتساوي U 3 prime sine theta plus V3 prime cosine theta. يبقى دي بتساوي ال V3 عندنا بتساوي minus U 3 prime over root 2. اوكي، طيب يبقى انت كل اللي تقدر تقول، يبقى تقدر تقول ببساطة دلوقتي ان لازم ان اليو 3 بتساوي ماينس في 3 ولا لا؟ زي ما قلنا في الاول يو 3 لازم هتطلع بتساوي ماينس في 3 بسبب الميل اللي موجود عندنا، وده هيبسط لنا المعادلات او هنقدر ندخله عندنا في المعادلات على طول ونخلص منه. يفضل الفورسز اف اكس 3 بتساوي اف اكس 3 برايم كوساين ثيتا ماينس اف واي 3 برايم ساين ثيتا، وده هيطلع لنا اف اكس 3 اللي بصفر، يبقى بيساوي اف واي 3 برايم اوفر روت 2. ده اللي هو هيطلع ايه الرياكشن بتاع السبورت. واف واي 3 بتساوي FX3 prime sine theta minus plus FY3
3 برايم كوساين ثيتا دي ثيتا، يبقى هنقدر نقول على طول ان ده بيساوي اف الكوساين ثيتا عندنا بروت 2، يبقى عندنا اف واي 3 برايم اوفر روت 2 بار. اوكي، يبقى اكشولي ايه اف واي 3 واف اكس 3 الاثنين مرتبطين بايه بالاف واي 3 برايم وبيساووا بعض، مش كده؟ تعالى بقى نعوض الكلام ده فوق. يبقى احنا هنا دلوقتي المعادلات بتاعتنا دي بنحط فيها ان دي بتساوي ناقص دي، ويبقى بالتالي المعادلات دي كان بي ريديوست بسرعة، او الاسهل تعالى نفكها علشان تبقى واضحة بالنسبة لنا. هنفك دي ونكتبها مع بعض. يبقى المفروض ان انا عندي هنفكها، اقصد بيها يعني ان احنا هن expand the equations، نكتبهم explicitly 3 equations. هنا u2 minus u3 المعادلة الأولانية، مش كده؟ u2 minus u3 وبعدين 0 بيساوي minus p minus p. المعادلة الثانية minus u2 one and a half u3 minus half v3، minus u2 plus 3 over 2 u3 minus half u v3 ea over l بتساوي fx 3. وبعدين اخيرا هنا نكتب EA over L اللي هي هتديني 0 و minus 3 sorry minus 1 half U 3 و اخر حاجة كانت ايه هنا 1 half V 3 بتساوي F Y. طيب يبقى هناخد بقى احنا قلنا ان ايه، قلنا ان دي بتساوي ناقص دي، مش كده؟ v3 بتساوي minus u3 مش كده؟ خلاص، يبقى المعادلة التالتة دي هنقدر نقول فيها ان ea over l minus 1 and half 1 over 2 u3 minus 1 over 2 v3 اللي هي u3 بقى بيساوي fy3 اللي هي كنا احنا حسبناها بتساوي ايه fy3 prime over root 2 fy3 prime over root 2. يبقى نقدر نقول على طول ان ماينس، مش كده؟ كانت دي ماينس؟ لا كانت بلس. اوكي، يبقى يو 3 ماينس يو 3 بتساوي ال اوفر اي اي اف واي 3 برايم اوفر روت 2. اوكي، دي اول ايه خطوه. الخطوة التانية نيجي هنا برضو نستخدم الكلام ده في المعادلة التانية برضو هنا. ونقول ان ماينس يو تو، انا خلينا نكتب ايه ماينس يو تو